نحن الآن نعيش في عصر التطور الرقمي وكذلك التطور التكنولوجي الهائل في كل مجالات الحياة تقريبا، فلو حضرتك طالب جامعي أو حتى تخرجت بالفعل من الجامعة، فللأسف الشديد شهادتك هذه لن تكفيك للحصول على وظيفة ترضي بها طموحك. لذلك في الفيديو ده إن شاء الله بنقدم لحضراتكم أفضل 10 شهادات مهنية على الإطلاق في ال50 سنة القادمة، وإذا حصلت على إحدى هذه الشهادات المهنية المتخصصة المذكورة في هذا الفيديو، سوف تحصل إن شاء الله على وظيفة مرموقة جدا براتب لا يقل عن 100,000 دولار سنويا. وده طبعا مش كلامي، ده تقرير رسمي لموقع روبرت هاف لأعلى الوظائف أجرا في ال50 سنة القادمة. ودلوقتي خلينا نبدأ على بركة الله. أنا محمد حامد، تابعوني. هنبدأ دلوقتي مع الشهادة رقم 10، والشهادة دي خاصة بعلم الويب ديفلوبمنت أو علم تطوير برمجيات الإنترنت. التخصص ده أصلا يا جماعة موجود من فترة طويلة جدا، لأن ببساطة شديدة كل شركة تحتاج إلى موقع للإعلان عن منتجاتها أو حتى لتقديم خدماتها. والتخصص ده بيتكون من 3 أقسام رئيسية: القسم الأول وهو الفرونت أند ديفلوبمنت، القسم الثاني وهو الباك أند ديفلوبمنت، القسم الثالث وهو الفول ستاك ديفلوبمنت. ولو حضرتك حصلت على شهادة متخصصة في إحدى هذه الأقسام الثلاث، حضرتك هتكون على دراية شبه كاملة بتخصصات برمجية شهيرة جدا مثل البايثون والنود جي اس وال HTML وال CSS والجافا سكريبت، وبالتالي هتساعدك التخصصات ديت إنك تحصل على وظيفة مرموقة جدا. ووفقا للتقرير الدولي الصادر من موقع روبرت هاف الخاص بالوظائف الأعلى أجرا في ال50 سنة القادمة، فإن حامل إحدى هذه الشهادات في قسم الويب ديفلوبمنت يتراوح راتب السنوي من 158 ألف دولار إلى 64 ألف دولار في السنة الواحدة. والشهادة رقم 9، وهي شهادة السايبر سيكوريتي أو مجال الأمن السيبراني. وخلينا نقول إن العمل عن بعد أصبح المعيار الجديد خاصة بعد الأوبئة المنتشرة هذه الأيام، ولكن معيار العمل عن بعد هذا جلب معه العديد من التهديدات والكثير من المشاكل، خاصة وأن العمل عن بعد يتطلب الوصول إلى البنية التحتية لأي منظمة أو شركة عن بعد والاتصال بأجهزة التحكم بها عن بعد. لذلك هذه الشركات تحتاج إلى تقنيات جديدة لمنع الهجمات الإلكترونية، فكان تخصص السايبر سيكوريتي. ومن ضمن الشهادات العظيمة جدا اللي حضرتك تقدر تحصل عليها في هذا التخصص هي شهادة الكومتيا نتوركينج بلس. الشهادة دي يا جماعة بتعطيكم معرفة أساسية هامة جدا بالتخصصات الفرعية مثل النتوركينج كونسبتس، النتوركينج سيكوريتي، النتوركينج operations والترابل شوتينج. وحضرتك ايضا تقدر تحصل على شهادات اكتر احترافية في هذا المجال مثل شهادة السيسب CISSP الشهيرة جدا، وشهادة السيسكو CCNA، وشهادة CCNP. وبكده حضرتك تكون متخصص تماما في مجال الهاكينج الاخلاقي وهو صد الهجمات الالكترونية. وطبقا ايضا لموقع روبرت هاف، فان حامل احدى هذه الشهادات يتراوح راتبه ما بين 164 الف دولار إلى 84 ألف دولار في السنة الواحد. والشهادة رقم 8 هي شهادة خاصة بعلم جديد اسمه علم أجايل سكرام. المجال ده يا جماعة طرح نفسه بقوة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، والهدف الأساسي هو تمكين الشركات من التأقلم بقوة وبسرعة مع أي متغير جديد يحدث في السوق، وسرعة إنتاج منتج يتماشى مع هذه المتغيرات السوقية. ومن الشهادات اللي حضرتك تقدر تاخدها في هذا المجال هي شهادة تسمى ب السكرام ماستر. الشهادة دي يا جماعة هتخليكم محترفين بمعنى كلمة محترفين في هذا المجال، وهو مجال العمل التعاوني وخبرات السوق وقيادة الفريق وتدريب أعضاء الفريق على أي ظرف طارئ. وأيضا طبقا لتقرير موقع روبرت هاف الخاص بأعلى الوظائف أجرا في ال50 سنة القادمة، فإن حامل هذه الشهادة يتراوح راتبه ما بين 170 ألف دولار إلى 100 ألف دولار في السنة الواحد. والشهادة رقم 7 هي خاصة بعلم الروبوتك Process Animation.
Automation أو اختصارا RPA، ودي عبارة عن تقنية تستخدم فيها الشركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لأداء بعض المهام المعينة. وأبسط مثال هنا هو بكل بساطة عند فتح موقع معين على شبكة الإنترنت، تظهر أمامك فجأة الدردشة الآلية، ودي بتكون عبارة عن إنسان آلي يقوم بالرد عليك وعلى استفساراتك آليا، ويقوم بتحويلك لقسم الدعم الفني إذا كانت هناك ضرورة لذلك. فلو حضرتك حابب تتخصص في هذا المجال وتقوم بإنشاء بعض البرامج مثل الدردشة الآلية، فعليك بالتخصص في علم الروبوتيك بروسس أنيميشن. ومن ضمن الشهادات المهمة جدا اللي حضرتك تقدر تحصل عليها في هذا المجال، شهادة تسمى البلو بريزم، وشهادة تسمى اليو اي باث، وشهادة تسمى بالاوتوميشن اني وير. وأيضا طبقا لتقرير موقع روبرت هافلي أعلى الوظائف أجرا في ال50 سنة القادمة، فإن حامل هذه الشهادة يتراوح راتبهم ما بين 140 ألف دولار إلى 88 ألف دولار في السنة الواحد. والشهادة رقم 6 هي خاصة بعلم البروجكت مانجمنت أو إدارة المشاريع أو اختصارا البي ام بي، ودي واحدة من أفضل الشهادات في الوقت الحالي لقيادة فريق معين لتحقيق أهدافه في وقت محدد وبكفاءة عالية جدا. ومن أهم الشهادات في هذا المجال هي شهادة البروجكت مانجمنت بروفيشنال سيرتيفيكيشن وشهادة البي ام بي بلس. والشهادات دي يا جماعة روعة بجد، وأنا شخصيا حصلت على إحداهما من موقع سيمبلي ليرن. والشهادات دي أيضا بتعلمك كونسبتس أو مفاهيم مهمة جدا في علم إدارة المشروعات مثل initiating, planning, executing, coordinating, managing and closing. وطبقا أيضا لتقرير المرتبات، فإن حامل هذه الشهادة يتراوح راتبه ما بين 144 ألف دولار في السنة إلى 75 ألف دولار في السنة الواحد. والشهادة رقم 5 هي شهادة خاصة بعلم البيج داتا، والمجال ده ببساطة شديدة يعتني بعلم تحليل البيانات وإدارة البيانات الضخمة والمعقدة. ومن الشهادات المعتمدة في هذا المجال هي شهادة Analytics Professional Credential. والشهادة الأخرى الهامة جدا أيضا في هذا المجال وهي شهادة CCP Data Engineer. وأيا كانت الشهادات السابقة فكلاهما يعطي حاملها القدرة على عمل مهارات عديدة جدا في علم تحليل البيانات كالإنجستين، ترانسفورمينج، ستورينج، أند أناليزنج داتا. وأيضا طبقا لتقرير المرتبات، فإن حامل هذه الشهادة وهي شهادة البيج داتا يتراوح راتبه ما بين 251 ألف دولار في السنة إلى 121 ألف دولار في السنة الواحد. والشهادة رقم 4 هي خاصة بعلم الديجيتال ماركتينج أو التسويق الإلكتروني. وخلينا نقول إن التسويق الإلكتروني يعتبر من أهم عناصر نجاح أي شركة في الوقت الحالي، فمن المستحيل أن تنجح أي شركة إلا إذا كانت على دراية تامة تماما بمن هم عملاؤها المستهدفون بغرض تسويق منتج معين أو خدمة معينة. ومن أهم الشهادات في هذا المجال شهادة الجوجل أدز سيرتيفيكيشن وشهادة الهاب سبوت كونتنت ماركتينج. والشهادات دي بتخليك على دراية تامة وبتصقل مهاراتك في تخصصات نوعية مختلفة مثل الاس اي او والبي بي سي والويب اناليتكس والكونتنت ماركتينج والسوشيال ميديا. وطبقا ايضا لتقرير المرتبات السنوي، فان حامل هذه الشهادة يتراوح راتبه ما بين 160 الف دولار الى 60 الف دولار في السنة الواحد. والشهادة رقم 3 ودي شهادة خاصة بعلم الداتا ساينس، وده فرع من علوم الكمبيوتر، وفيها يتم استخدام خوارزميات معقدة جدا وأنظمة تقنية معينة لاستخراج المعلومات والأفكار من البيانات المنظمة وغير المهيكلة. ومن أهم الشهادات في هذا المجال شهادة الـ IBM Data Science Professional وشهادة هارفارد Data Science Professional. وراتب الحاصل على هذه الشهادات يبدأ من 246 ألف دولار في السنة إلى 150 ألف دولار في السنة الواحد. والشهادة رقم 2 إن شاء الله ودي خاصة بعلم الكلاود كومبيوتينج أو علم التخزين السحابي، وده علم في غاية الخطورة والأهمية. وخليني أقول إن مفيش مجال آخر إطلاقا في أي علم من علوم الآي تي نما وكبر بسرعة في ال10 سنوات الأخيرة مثل هذا العلم، وهو علم التخزين السحابي. ومن المتوقع أن تنمو هذه الخدمة بنسبة 22%
الحقيقية في السنوات الثلاثة القادمة، وبالتالي سيزداد الطلب على التوظيف من خبراء علم التخزين السحابي في السنوات القادمة أيضا. ومن أهم الشهادات العظيمة جدا اللي حضرتك تقدر تحصل عليها في هذا المجال هي شهادة الـ AWS Certified Solutions Architect Associate، وشهادة الـ Microsoft Certified Azure Administrator. والشهادات دي يا جماعة بتجعلكم على دراية تامة تماما بعلم زي الـ Storage والـ Security والـ Cloud Capabilities. وراتب حامل هذه الشهادات يتراوح راتبه ما بين 227 ألف دولار في السنة إلى 145 ألف دولار في السنة الواحد. والشهادة رقم واحد اللي معانا اليوم، وهي أهم شهادة على الإطلاق في السنين القادمة إن شاء الله، وهي خاصة بمجال وعلم الـ AI and Machine Learning، أو مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وخلينا أقول لحضراتكم، ماذا لو كان بإمكان الآلات أن توفر لك قرارات مثلى تعتمد على بيانات معينة؟ فعلا إنها حقيقة مذهلة جدا. وجدير بالذكر هنا أن مجال الذكاء الاصطناعي قد نمى العام الماضي فقط بنسبة 344%. ومن أهم الشهادات العظيمة في هذا المجال هي شهادة جامعة ستانفورد الأمريكية المسماة ستانفورد Certified Machine Learning and AI، ودي أهم الشهادات على الإطلاق في هذا المجال، لأن الشهادة دي يا جماعة بتوفر لكم شروحات كاملة في تخصصات فرعية كاملة زي الماشين ليرنينج، الداتا مايننج، الاستاتستيكال باترن ريكوجنيشن، بيست براكتسز ان ماشين ليرنينج اند اي اي. وحامل هذه الشهاده يا جماعه يتراوح راتبه ما بين 386 الف دولار الى 140 الف دولار في السنه الواحد. وبعد يا جماعه ما عرضنا على حضراتكم اهم 10 وظائف في ال50 سنه القادمه ان شاء الله، خلينا الفت انتباه حضراتكم يا جماعه ان المرتبات اللي انا ذكرتها في هذا الفيديو ماخوذه بالنص الكامل من موقع روبرت هاف المختص برواتب الموظفين طبقا للتخصصات المستقبليه ان شاء الله. وخلينا اقول لحضراتكم ايضا، في دولنا العربيه لو هذه الرواتب نزلت للربع او حتى للتلت فهي جيده ان شاء الله، لان انا بتكلم في مرتبات فلكيه، يعني الشهاده الاخيره الخاصه بالذكاء الاصطناعي الراتب فيها تراوح ما بين 350 الف دولار ل 150 الف دولار، ربع هذا الراتب فقط يا جماعه يعتبر مثالي جدا جدا ان شاء الله. وخلينا ايضا الفت انتباه حضراتكم يا جماعه ان كل الشهادات المجانيه لن تعطيك الخبره الكافيه، ولازم يا جماعه الشهاده اللي تاخدها في هذه التخصصات تكون شهادات معتمده وشهادات مدفوعه، بحيث تقدر تشتغل بيها في اي شركه، وبحيث تقدر تاخد الراتب اللي انت عايزه ان شاء الله. وبكده اكون حطيت حضراتكم على الطريق الصحيح بدل من الشهادات التقليديه هذه الايام والتخصصات ايضا التقليديه. وبكده يا جماعه اكون وصلت الى نهايه الفيديو الخاص باليوم، اتمنى من حضراتكم ان شاء الله ان تدعموا هذه القناه الطيبه التي تقدم محتوى علمي تعليمي اكاديمي. اشكركم كل الشكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.